شكرا ابو لطيفه، ونتمنى دائما انه لجنه الحكام تختار مثل الحكم الارجنتيني اللي هو بينتانا، او طيب الذكر يعني على غرار طيب الذكر نيشيمورا. هؤلاء الحكام النوعيه اللي رمز للعداله، صدقني ستختلف موازين المنافسه، وربما نشوف انديه طوال سنوات كانت تنافس او هي بطله ستنافس على الهبوط. شوف الاول هذه اللقطه ركله جزاء واضحه وضوح الشمس في النهار يا نيشيمورا. الحكم الياباني لا يحتسب ركلة جزاء للهلال. ريتي يكاد يجن. ريتي لقد شاهدنا مثل هذه السيناريوهات كثيرة، أنت تتفاجأ لكننا لم نتفاجأ، لأننا على مستوى القارة الآسيوية شاهدنا تخبط تحكيمي كبير في مباريات حاسمة. على أي حال لن نخرج عن النص كثيرا. عند التسجيل وعند لقطة أنتم احكموا عليها، ولماذا اللاعب الأسترالي رفع قدمه؟ لقد رفع قدمه اليوم. الله علينا، يعني صحيح اننا ضيعنا الفوز بيدينا، بس عطنا حقنا يا اخي، لا تتمسخر. والله العظيم يعني جد انا ما ابغى الموضوع يكون ابتذال، لكن القضيه وكانها توصيات يا اخي. عيب عيب، انا اللي خلف الشاشه وفي الكابينه ما فيها حياه من حكام الاتحاد الاسيوي، قلة حياة وقلة أدب. إذا هذا الجمهور بصراحة اعذروني واعفوني حتى أستبيع عذرا من مسؤولين القناة، أنا أتكلم وأتفوه بهذا الكلام، لكن الاتحاد الآسيوي إذا أراد أن يطور بطولاته لا يطورها بهذا الشكل. لم نخسر من ملعب الملك فهد، ولم نخسر لقلة إمكانياتنا، خسرنا من حكام اتحاد آسيا في مباراة أصفهان، هم السبب الرئيسي بالخسارة. أتكلم بصراحة وبمنتهى الأمانة، ولا يعنيني ما يحدث، لأنه بصراحة هذا التحكيم عار على الاتحاد الآسيوي. وأريد أن أقول شيء وبالفم المليان، وأتكلم بالفم المليان، تجرعنا وتضررنا في هذا التحكيم عار على الاتحاد الآسيوي. وأريد أن أقول شيء، هذا التحكيم عار على الاتحاد الآسيوي. وأريد أن أقول شيء، إذا أراد الاتحاد الآسيوي أن تتطور بطولاته ليست بجدولة وليست بأشكال، بل يا أخي أعطي كل ذي حق حقه. لا لا يا رجل، لا لا، يعني وصلت إلى مرحلة ما وصلها أحد من قبلك، بل تعبت الفجور في الخصومة من بعدك إلى هذه الدرجة. سبحان الله، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. أصبح نيشيمورا الآن سيء الذكر هذا اللي أنا في حياتي الرياضية ومن خلال مشاهدتي الكثير من مباريات لم أرى في حياتي يعني أسوأ من هذا الحكم اللي تعمد يعني خسارة الهلال على مرأى العالم، أمام مرأى العالم. أصبح الآن نيشيمورا بسبب حقدك وكرهك للهلال رمزا للعدالة. والله عيب عليك، والله احترم المكان اللي انت فيه، والله احترم يعني الدوري السعودي هذا، ما في خليجي ما يتابع، ما في عربي ما يتابع، يا أخي احترم، يعني والله احترم المكان اللي انت جالس فيه. هذا برنامج محترم، أنا اشرح عليهم، والله اشرح عليهم. يعني الرجل فطر في خصومة، يعني العرب حتى في جاهليتهم الجهلاء جعلوا الخصومة شرف، ويجيك يعني يثني ويمدح ويصف نيشيمورا. يا أخي لا تحدثني عن الأخلاق والعدالة والمنافسة الشريفة وانت يعني تخرج بلا حياة ولا مستحب، وجه مقصول بمرق، وتجهر بالثناء على هذا الحكم سيء الذكر. يا أخي الفجور من علامات النفاق. الدين يقول ليفجر منافق ظالم غير منصف، لا شرف له، لكن تحمد الله، والله يعني حقيقة تحمد ربك ونثني عليه ونشكره أن مثل هذا يقع في عكس اتجاه ميولك.